الدوبات نحن حنمشي برضو وما بعيد عن الشعر لواحد من قامات بلادي لشاعر إفريقيا اللي تغنى له كثير من الفنانين. إحنا حتكون مساحتنا القادمة لواحد من هؤلاء الشعراء تحديدا محمد مفتاح الفيتوري، لكن خلونا نغششكم بلحن كده وبعدين بنرجع نشوف المساحة الجاية هي شنو. أهلا بكم. لحظة من وثني أو لحظة من وثني تغسل عني حزني، لو لحظة من وثني أو لحظة من وثني تغسل عني حزني، تحملني ترجعني، تحملني ترجعني لا عيون أطني يا أطني يا أطني. والشمس في السماء كالشراع، والشمس في السماء كالشراع، تعانق الحقول أو المراعي وأوجها العمال والزراع. يا وطني لو لحظة من وثني، لو لحظة من وثني تغسل عني حزني، تحملني ترجعني، تحملني ترجعني لا عيون أطني يا أطني يا أطني. أصبح الصبح كأن الزمن الماضي على الماء نقوش، أصبح الصبح كأن الزمن الماضي على الماء نقوش، فارفعي راية أكتوبر فالثورة ما زالت تعيش. أصبح الصبح كأن الزمن الماضي على الماء نقوش، فارفعي راية أكتوبر فالثورة ما زالت تعيش. في قلوب وأيادي وأنا ما زلت
في البعد أنادي يا بلادي يا مغاني وطني لو لحظة من وسني لو لحظة من وسني تغسل عني حزني تحملني ترجعني تحملني ترجعني لا عيون يا وطني يا وطني أجمل من فراشة مجنحة أجمل من فراشة مجنحة أجمل من فراشة مجنحة على ضفاف المقرن الجميل أجمل من فراشة مجنحة أجمل من فراشة مجنحة على ضفاف المقرن الجميل أجمل من نوارة نوارة مفتحة أجمل من نوارة نوارة مفتحة تحلم تحت ذهب الأصيل أجمل من رائحة النضال لم أشم رائحة أجمل من رائحة النضال لم أشم رائحة أجمل من رائحة النضال لم أشم رائحة في صبحك الجليل يا فخر هذا الجيل يا فخر هذا الجيل يا فخر هذا الجيل يا فخر هذا الجيل يا وطني لو لحظة. بهذه الكلمات الرائعات وبمن كتب في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق وزحمت برغياتي وطبول الآفاق عشقي يفنى عشقي وفناء استغراق مملوكك لكني سلطان العشاق لي عاشق من أفريقيا ومن كتب أذكريني يا إفريقيا ومن كتب لأفريقيا وكان محبا لها حبا صادق هو شاعر إفريقيا محمد مفتاح البيتوري الذي سيكون حاضرا معنا من خلال هذه المساحة والذي احتفى به العالم أجمع في مساحات مختلفة ومتعددة ومتميزة وكان احتفالا يليق بعظمة هذا الشاعر الفذ الكبير الذي كان السودان هو من رضع من ترابه ومن أرضه وعشقه ونيله ومن شرب من نيله والتفاصيل الكثيرة المرتبطة بمحمد مفتاح الفيتوري من خلال مؤسسة الفيتوري للثقافة والعلوم الإنسانية والإبداع نحن بنسعد جدا بأنه يكون ضيف عزيز علينا تاج الدين محمد مفتاح الفيتوري أهلا وسهلا بك مساء الخير بسمه تعالى اللهم صل وسلم وبارك على جمال النبي وعلى جمال آل النبي وصلوا وسلم وبارك على كمال النبي وعلى كمال آل النبي وصلوا وسلم وبارك على جلال النبي وعلى جلال آل النبي صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآل سيدنا محمد النبي الحسن والحسين والفاطمة والعلي صلي ربي عليهم كما تحب وكما ترضى وكما ينبغي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهل السودان وشعب السودان السلام على الأرواح الطاهرة التي ترفرف في فضاء هذا السودان التاريخي السلام على قناة الشروق طيبة المشراق وشمسنا التي يجب أن لا تغيب ولا تعاود المغيب كما حدث في مرات أخرى اليوم في حضرتكم وفي حضرة من نهوى شاعرنا الكوني محمد مفتاح الفيتوري هذا الرجل الرقم الكوني الذي يحتفي به العالم واحتفت به
كل المحركات البحث العالمية على أبرزها محرك جوجل المعرفي بذكرى ولادته 85 والسادسة والثمانين. نحن حنتكلم عنها باستفاضة الموضوع ده يعني. مرحبا. لكن خلينا نبدأها من أول يا تاجي. مرحبا. نبدأها من الجنينة. والجنينة هي المكان الميلاد. وبعد كده ممكن نتكلم عن التجوال ما بين مصر وما بين ليبيا والبدايات الحياة الأولى لمحمد مفتاح الفيتوري. شاعرنا الكوني محمد مفتاح الفيتوري رضوان الله تعالى عليه ولد بمدينة الجنينة حاضرة عاصمة مملكة دار مساليد في ذلك الزمان قبل انضمامها إلى جمهورية السودان طواعية عام 1910 بعد معركة دروتي العصماء التي استشهد فيها السلطان تاج الدين والسلطان وقضى ومن بعده السلطان بحر الدين وفيها نفر جليل من قبائل الغرب الأقصى في السودان. نسأل الله الأمن والأمان والسلم لكل هذه المجتمعات وتلك التقنيات. ثم انتقل إلى الإسكندرية إسكندرية المرسي أبو العباس وياقوت العرش، ثم بعد ذلك عاد إلى السودان، ثم انتشر محمد مفتاح الفيتوري في محيط النطاق الدولة العربية الموحدة من البحرين وقطر والإمارات ومرورا حتى أقصى المغرب العربي. محمد مفتاح الفيتوري لا يؤمن بالحدود ولا يؤمن بالتسميات الاستعمارية التي فرضها علينا ذلك الواقع الاستثماري. في هذه اللحظة وفي هذه السانحة نوجه الثناء والدعاء لإخوتنا في دولة قطر بمناسبة هذا الحدث الإنساني الرياضي العالمي الذي كلنا قلبا وقالبا نقف مع أخوتنا وأشقائنا في قطر الشقيقة وفي كل المنظومة العربية، ولعلنا نستفتح بقصيدة داعمة لكل ما يقوم به أخونا الشيخ سمو الأمير تميم المبارك. القصيدة هي كانت مقررا في كل المنظومة التعليمية في ستينيات القرن الماضي، كانت في كل المدارس. القصيدة اسمها أغاني إفريقيا، تقول ويقول الشاعر الكوني محمد الفيتوري في إفريقياته في ذلك الزمان: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني يا أخا أعرفه رغم المحن؟ إنني مزقت أكفان الدجا، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مغبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم، عبد وثن، أنا حي، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن، إنكن سرنا على الشوك سنينا، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراتا جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا، فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا، فبنينا لأمانين سجونا، ورفعناه على أعناقنا، ولثمنا خدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا، فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا، ونقشناه جفونا وعيونا، فلقد سرنا على أنفسنا، ووحونا ومحونا وصمة الذلة فينا، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار غراها، فانظر الإصرار في أعينها، وصباح البعث يشتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريض من ضياها وتغطت بزجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مغلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو ممياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها، لم أعد، كيف يستعبد أرضي أبيض، كيف يستعبد أمسي وغدي، كيف يخبو عمري في سجنه وجدار السجن من صنع يدي، أنا زنجي وإفريقية لي لا للأجنبي المعتدي، أنا فلاح ولي أرضي التي شربت تربتها من جسدي،
أنا إنسان ولي حريتي وهي أغلى ثروة من ولدي. أنا حر مستقل البلد وسأبقى مستقل البلد. ها هنا ها هنا واريت أجدادي هنا وهم اختاروا سراها كفنا. وسأقضي أنا من بعد أبي وسيقضي ولدي من بعدنا. وستبقى أرض إفريقيا لنا وستبقى أرض سوداننا لنا. فهي ما كانت لقوم غيرنا. نحن أهرقنا عليها دمنا ومزجنا بسراها عظمنا. وشققناها بحارا وروبا وزرعناها سيوفا وقنا. وركزنا فوقها أعلامنا وتحدينا عليها الزمن. وسنهديها إلى أحفادنا وسيحمون علاها مثلنا. فاسلمي يا أرض سوداننا لنا. فأرض تسلمي يا أرض سوداننا لنا. تسلم أرض السودان ويسلم الشاعر الفيتوري. تجدين يعني بالتجوال في حياة شاعر الفيتوري وانتقالاته المتنوعة ودراسته تحديدا اللي كانت في جامعة الأزهر ومن بعدها مجالات عمله المتعددة اللي يمكن يعني اشتغل في مجال الإعلام وكان كاتب أديب وكان غيره. خلينا نتكلم باستفاضة عن حياته الدراسية وحياته العملية تحديدا. أستاذنا الشاعر الكوني محمد مفتاح الفيتوري درس بالمعاهد الأسرية ثم انتقل إلى كلية دار العلوم بقاهرة المعز لدين الله الفاطمي هو وإخوته الأستاذ محي الدين فارس رحمهم الله جميعا وكل علماءنا وأدباءنا على هذا الصدد. ثم بعد ذلك عمل خبير إعلام بجامعة الدول العربية ثم تنقل في المناصب فيما بين الأعمال الصحفية والكتابية والإبداعية والشعرية. ثم بعد ذلك حدثت بعض التفاصيل التاريخية المملة مما جعلته ينحاز إلى معسكر ما لكون أن كانت الظروف تقتضي تلك التصرفات. إسكندرية عندما نتحدث عن إسكندرية يمكننا أن نتذكر المرسي أبو العباس رضي الله عنه وتلميذه ياقوت العرش. ياقوت العرش بالمناسبة هو نوبي وينتمي إلى بلاد النوبة مملكة كوش ومنطقة شمال السودان. سيدي ياقوت العرش الذي كتب عنه محمد مفتاح الفيتوري أروع القصائد التي تقول دنيا لا يملكها من يملكها أغنى أهليها ساداتها الفقراء. الخاسر من لم يأخذ منها ما تعطيه على استحياء. والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء. تاج السلطان القاتم تفاحة تتارجح على سارية الساحة. تاج الصوفي يضيء على سجادة قش. صدقني يا ياقوت العرش أن الموتى ليسوا هم هاتيك الموتى والراحة ليست هاتيك الراحة. عن أي بحار العالم تسألني يا محبوبي؟ عن حوت قدماه من صخر عيناه من ياقوت. عن سحب من نيران وجزائر من مرجان. عن ميت يحمل جثته ويهرول حيث يموت. لا تعجب يا ياقوت الأعظم من قدر الإنسان هو الإنسان. القاضي يغزل شاربه لمغنية الحانة وحكم القرية مشنوق والقردة تلهو في السوق. يا محبوبي ذهب المضطر نحاس قاضيكم مجدود في مقعده المسروق. يقضي ما بين الناس ويجر عباءته كبرا في الجبانة. لن تبصرنا بمآخنا غير مآخينا. لن تعرفنا ما لم نكذبك فتعرفنا وتكاشفنا. أدنى ما فينا قد يعلونا يا ياقوت. فكن الأدنى تكن الأعلى فينا. وتجف مياه البحر وتقطع هجرتها أسراب الطير. والغربال المثقوب على كتفيك وحزنك في عينيك. جبال ومقادير وأجيال. يا محبوبي لا تبكيني يكفيك ويكفيني. فالحزن الأكبر ليس يقال. يا سلام. يعني القصيدة دي ودتني لتفاصيل بأنه الفيتوري تحديدا استطاع أنه هو يجمع ما بين أفريقيته اللي بيحبها جدا والبيعتد بها يعني بيفخر بها جدا وما بين إيمانه بالعروبة وبإيمانه بعروبته وبرضو الحق العربي في فلسطين. يعني كيف استطاع أنه هو يجمع كل هذه من خلال قصائده ومن خلال إيمانه القاطع بتفاصيله؟ وخلينا نتكلم عنها برضو عن إنه هو كتب ما كتب عن العروبة زي ما كتب عن أفريقيا. باسمه تعالى الأستاذ الشاعر محمد مفتاح الفيتوري الذي نحتفي بذكرى ولادته 86 عام عندما أدلف محمد مفتاح الفيتوري آنذاك
بأول مجموعة شعرية طبعت له على نطاق مصر المؤمنة أو مصر الحسين، كان عمره 20 سنة في ذلك التوقيت. في هذا اليوم نحن نعادل 66 عام من الإبداع الأدبي والإنساني والثوري والجميل والجمالي في رحلة محمد مفتاح الفيتوري الشعرية. نحن وكشعب السودان منذ حلت النكبة وحلت الفاجعة الطويلة على أهلنا وأشقائنا وإخوتنا في العروبة وفي الدين وفي الحب وفي الجمال في فلسطين المحتلة، كان لنا طود بازخ بقواتنا التي استشهدت في الحروب المتكررة سواء على جبهة سيناء أو على الجولان أو في المقاومة ضد الاحتلال والكيان الصهيوني الغاشم الذي احتل مسرانا. كتب محمد مفتاح الفيتوري قصائد عديدة في تدعيم وتقويم رحلة المقاومة الفلسطينية، ولعل شاعرنا الفيتوري غنى له أستاذنا أسطورة الغناء الكوني محمد عثمان وردي هذه القصيدة التي اسمها أو اسمها شاهد عيان. القصيدة تقول: ليس طفلا، ليس طفلا ذلك الخارج من أزمنة الموت إلهي الإشارة، ليس طفلا وحجارة، ليس شمسا من نحاس ورماد، ليس طوقا حول أعناق الطواويس محلا بالسواد، إنه طقس حضارة، إنه إيقاع شعب وبلاد، إنه العصر يغطي عريه في ظل موسيقى الحداد، ليس طفلا ذلك الخارج من قبعة الحاخام من قوس الهزائم، ليس طفلا وتمائم، إنه العدل الذي يكبر في صمت الجرائم، إنه التاريخ مسقوفا بأزهار الجماجم، إنه روح فلسطين المقاوم، إنه الأرض التي لم تخن الأرض وخانتها الطرابيش وخانتها العمائم، إنه الحق الذي لم يخن الحق وخانته الحكومات وخانته المحاكم، فانتزع نفسك نفسك من نفسك واسكب أيها الزيت الفلسطيني أقمارك وحض ذاتك الكبرى وقاوم، وأضئ نافذك البحر على البحر وقل للموج إن الموج قادم، لست طفلا، لست طفلا أيها القادم في عاصفة الثلج وأمواج الضباب، لست طفلا قط في هذا العذاب، صدئت نجمة هذا الوطن المحتل في مسراك من باب لباب، مثل شحاذ تقوصت طويلا في أقاليم الضباب، وكزنجي من الماضي تسمرت وراء الليل مثقوب الحجاب، لست طفلا يتجلى عابسا في لعبة الكون المحطم، أنت في سنبلة النار وفي البرق الملثم، كان مغدورا لأغصانك مجد الأعمدة ولأمطارك سقف الأمم المتحدة ولأحجارك بهو الأوجه المرتعدة، لست طفلا هكذا تولد في العصر اليهودي وتستغرق في الحلم أمامه عاريا إلا من القدس ومن زيتونة الأقصى وناقوس القيامة، شفيفا وشفقيا كغمامة واحتفاليا كأكفان شهيد وفدائيا من الجرح البعيد، ولقد تصلبك النازية السوداء في أقبية العصر الجديد، وعلى من غرسوا الغضبان في عينيه ألا يتألم، وعلى من شهد المأساة ألا يتكلم. محمد مفتاح الفيتوري لإخوتنا وأحبتنا في فلسطين العروبة في أرضنا ومسرانا ومعراجنا. جميل. يعني تاج الدين محمد مفتاح الفيتوري، بالرغم من جماليات كتاباته وكل التفاصيل المختلفة اللي كتب عنها، إلى أنه يعني يقترب للتيار اليساري، على الرغم من أنه ما انخرط في الأحزاب الشيوعية أو اليسارية، ممكن نتكلم عن الناحية دي تحديدا باقترابه من التيار اليساري؟ باسمه تعالى، الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري لم يكن متحزبا في يوم من الأيام إلى حزب ما قط. كان له علائق ودادية اجتماعية ثقافية إبداعية صحفية مع حزب الأمة، كان يرأس الصحف حزب الأمة في العصر ذلك العصر، وكان يرأس صحيفة
المريخ زمن اللواء أبو العائلة رحمه الله، وكان يرأس مجلة جريدة الناس، صحف هي بين بين، وكان له علائق فخيمة مع عبد الخالق محجوب رحمه الله والشفيع أحمد الشيخ والنور عثمان أبو بكر وبابكر النور وجوزيف قرن وكل المنظومة قيادات الفكر التقدمي في ذلك الزمان، حيث كان التيار العارم على منظومة مجموعة الدول العربية والعالم الثورة البلشفية والتقدمية. رغم أنه كان معارض يعني وهجى الحكام وكتب عنهم كثير من القصائد الهجائية، اتخذ موقفا إنسانيا يليق بمقتل ومصرع عبد الخالق محجوب ورفاقه في قصيدة تسمى أقوال شاهد إثبات قلبي على وطني، وندد فيها بالتهمة الحاكمة آنذاك المايوية في اختيارهم مع سبق الإصرار والترصد رغم الأخطاء العسكرية التي يجب أن يحاكم عليها العسكريون. كان ذلك الموقف إنسانيا بحيث أنه لم يقدم لهم محاكمات عادلة، لم يتوفر لهم فرصة العدالة الانتقائية في الإدانة وفي المترافع وفي إلى آخر التشكيل الأشياء، فكان في ذلك الزمان كان يجب أن يتخلصوا منهم. وكثيرون بعد ذلك، الإمام الهادي قتل في الحدود السودانية الأثيوبية، واغتيالات غير مبررة واغتيالات بعنصر الزمان، حيث تم اغتيال الشريف يوسف الهندي من مد الزمان، الأستاذ بابكر كرار، عظماء من عظماء السودان وضعوا لبنة الثورة والحب والجمال في السودان. جميل. طبعا الفيتوري يعني هو شاعر متمرد بمقاييس كثيرة بشعره من خلال يعني جمال الكلمات اللي كتبها. فواحدة من الصور اللي تم عرضها من خلال الشاشة هي احتفاء جوجل بمحرك البحث العالمي بصورة الفيتوري. ممكن نتكلم برضو عن دلالات الصورة والفعالية وكيف كان عندها يعني أثر القوي على الشاعر. عندما يحتفي محرك البحث العالمي المعرفي جوجل بهذا الشاعر الكوني محمد مفتاح الفيتوري بجميع لغات العالم المقروءة والتي تحويها الأسافير المختلفة، هو ليس إشارة إلى محمد مفتاح الفيتوري، إنما هو دلالة على أن هنالك شعب عظيم له تاريخ، له حضارة، له رمز من رموزه. محمد مفتاح الفيتوري هو يمثل السودان، يمثل الثوريين، يمثل الذين يحبون السودان، يمثل الذين يخلصون لهذا الوطن، يمثل صناعة الحياة والجمال والحب والخير لهذا الوطن، على العكس من الأطراف الأخرى التي تصنع الموت والدمار والبغض والتفرقة. الفيتوري البروفيسور عبد الله الطيب رحمه الله ورضوانه عليه غرد علماء العالم، هؤلاء الطيب صالح رحمه الله، النور عثمان بكر، الطيب محمد الطيب، إبراهيم الصلاحي، هؤلاء القوم كان لهم الشأوى المعلى في رفعة السودان خارج ونشره ونشر معارفه. والفيتوري عندما يتكلم عن إفريقيا هو يتحدث بعينه السودانية، لأنه لم يزر دولا إفريقية، كان ينظر للسودان فينسج أحلامه وأغانيه وعشقه في أربع مجموعات: أغاني إفريقيا، عاشق من إفريقيا، اذكريني يا إفريقيا، أحزان إفريقيا. كان محمد مفتاح الفيتوري الشاعر الكوني أول من تحدث عن مشكلة الاستعباد، مشكلة الاستعمار، مشكلة الاستحمار، مشكلة الاسترزاق، مشكلة بمتاجرة بقضايا وهموم وآلام الناس في المنظومة الاستعمارية. ثم بعد ذلك وكلاءهم عبر الزمان أو في مرحلة ما يدعى بالاستغلالات الزائفة، كان الفيتوري ينادي بسلطة الشعب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن له رؤية في الأحزاب، أن الحزبية هي نوع من الخيانة ضد الشعب. الكلام عن محمد مفتاح الفيتوري بتفاصيل الحياتية يعني المليانة والكاملة الدسم يعني لا تسعه هذه الهنيهات، لكن أنا عاوزة يعني ناخذ واحدة من الصور لو سمح لنا ناس في الكنترول، اللي هي زوجته الأستاذة باسمه تعالى الأستاذة الدكتورة آسيا محمد طون الطاهر الكتيابي، أو الأستاذة السيدة آسيا عبد الماجد، أو الأستاذة آسيا أم إيهاب رائدة المسرح السوداني، الذين من أوائل الذين درسوا علم المسرح في الأكاديمية المسرحية في مصر، وهي رفيقة أو رافقها عفاف شعيب وشهيرة وأشرف عبد الغفور وأحمد زكي رحمه الله وبارك الله في من كده موجود في هذه الحياة، وهي رائدة التعليم في السودان، هي رفيقة نضال محمد مفتاح الفيتوري وإبداعه، رصدت أكثر من
عمرها وتاريخها وأحاسيسها ودفعت فواتير لم يدفعها أحد. 17 عام من الغرب والارتحال أبان النظام والطغمة المايوية في ذلك الزمان، دفعت تكاليف، عانت، فصلت من الأعمال التي كانت تقدمها للمجتمع في مجالها التعليمي ومجالها المسرحي، لها التحية. وسبحان الله يتوافق ولادة الأستاذ محمد الفيتوري والأستاذة الدكتورة آسيا عبد الماجد أو آسيا أم مهاب أو آسيا محمد توم الطاهر الكتيابي في هذا اليوم. أوجه لها التحية، وكل عام وأنت بألف ألف خير، مباركة أيامك، ورحمة الله على مولانا وشاعرنا الكوني محمد مفتاح الفيتوري الذي هو يقيم في مقبرة الشهداء برباط الخيل برباطنا في المغرب الحسني. التحية لها ولآلها في جميع أسرة الشيخ الجعلي وأسرة الكتيابي التي معروف عنها الأدب والثقافة والإبداع والعبقرية. نحن شاكرين لك كثير والله يا تاج الدين محمد مفتاح الفيتوري، ما قصرت رغم أنه حياة شاعر الفذ والكبير محمد مفتاح الفيتوري هي عندها جوانب وزوايا عدة لا نستطيع يعني لملمتها من خلال هذه المساحة، إلى أنه الجميل في الأمر أنه مؤسسة الفيتوري للثقافة والعلوم الإنسانية والإبداع هي تحفظ هذا الإرث العظيم اللي خلفه، ونحن بنحييك من خلال المساحة دي ونتمناك إن شاء الله في مساحات قادمات بإذن الله. شكرا لك. أكرمتي وأكرمت قناة الشروق شمسنا التي لا تغيب ولن تغيب، والتحية لكل المنظومة الإعلامية في السودان دون ما استثناء تلفزيون الغومي، قناة النيل الأزرق، كل من احتفى بالفيتوري، الهيئة الغومية للإذاعة والتلفزيون السودانية، لكم التحية أيها الجنود المجهولون الذين تقفون حول هذه الكاميرات وفي الاستوديوهات، أنتم الذين تصنعون الحياة والمجد والثورة. والسلام على الشهداء، حرية، سلام، عدالة، كرامة، قصاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام لك التحية، وبالتأكيد نحن من خلال هذه المساحة نحاول أن نكرم هذا الشاعر بفترة صغيرة جدا إلى أنها ثرة ومليانة بكثير من التفاصيل. واحدة من عبقريات محمد مفتاح الفيتوري هو ما تغنى به مارسيل خليفة. خلونا مع بعض نمشي المساحة دي ونجي راجعين. غرباء كما أنتم، فقراء كما أنتم، يا أحبابي الموت عودوا حتى لو كنتم قد متم. عودوا أنا كنتم غرباء كما أنتم، فقراء كما أنتم، يا أحبابي الموت عودوا حتى لو كنتم قد متم. صمتا صمتا من هذا الطارق أبواب الموتى، يا هذا الطارق من أنت؟ أيكون العالم أيكون العالم لم يبق لدينا ما نعطي، أعطيناه دمنا أعطيناه حتى أعظمنا وجماجمنا، ومضينا مقهورين لا نملك إلا بعض تراب بالمهدي. عودوا أنا كنتم غرباء كما أنتم، فقراء كما أنتم، يا أحبابي الموتى عودوا حتى لو كنتم قد يا هذا الطارق أبواب الموتى، ضوضاءك تفزعنا وتقط مضاجعنا، فارجع لا تفجعنا لا تحرمنا النسيان، يا أحباب الفقراء يا أحباب الغرباء، كنتم أبدا عظما كنتم أبدا عظما، يا أحباب الغرباء يا أحباب الفقراء، كنتم أبدا
أبدا عظما، كنتم أبدا عظما، يدعونا كي نرجع، دميت أيدينا أرجلنا، لكن سوف نسي، ومياه النهر تسيل، وشموس الأرض تسيل، وتراب الأرض يسير، ونظل نسير نسير، لكن سوف نسي، ومياه النهر تسيل، وتراب الأرض يسير، وتراب الأرض يسير، ونظل نسير نسير، لكن سوف نسي، ومياه النهر تسير، وشموس الأفق تسير، ومياه الأرض تسير، ونظل نسير نسير. لا 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 هو ذا صوت من الأرض السمراء آت 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 من جبل الأطياب آت من حقلي من شمسي من حقلي من شمسي من آلام شعبي آت من آلام شعبي سوا لا 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 سوا لا لا طلق صوت الأنين طلق قلب الحنين طلق صوت الأنين طلق قلب الحنين وجئت طلق وجئت صفع لكل ضمير خال جئت طلق وجئت صفع لكل ضمير خال تركت النجم تركت